مصر ام الدنيا. هي مصر تايهه مش عارفه دلوقتي خلاص هي عايزه ايه. بطي اقول مصر دم ظلم ام الدنيا. انا شايفه ان العيب في مصر في الشعب نفسه مش في الحاكم، يعني لو الشعب اتعدل ممكن يكون البلد تتعدل، لكن حتى لو مين مسكنا طالما احنا مش عايزين نتعدل عمرنا ما نتعدل. هو انا شايفه دلوقتي ان احنا عندنا فكره تأليه الحاكم، ان الحاكم ده بالنسبه لنا بقى زي الاله، مع ان ده مش صح. ان احنا لو تراجعنا عن الفكره دي بجد في حاجات كتير هتتغير. انا شايف ان مصر فيها امل كبير.